مع هذه الأجواء الموسيقية المميزة وهذه الموهبة الإبداعية، يسعدنا أن يكون في فقرتنا الختامية واحد من أصحاب المواهب والقدرات الخاصة، موهبة فيها الكثير من الإبهار والإتقان والخفة. نرحب بالسيد معين البستكي، أحد المتفوقين والمبدعين بألعاب الخفة والخدع البصرية اللي تعد فناً وتتطلب مهارات وقدرات من نوع خاص. حياك الله معنا أخونا معين، وسمعنا أنك جاهز اليوم أنك تبهرنا. يا مرحبا وسهلا فيكم، يسعدني ويشرفني أن أكون متواجد معكم مع قناة بينونة، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين عليكم. إن شاء الله نسوي لكم أشياء حلوة تستانسون يعني فيها. جميل. ان شاء الله نحن ما بنطول معك. بدايه نرحب فيك اكيد على قناه بينونه. وشو بتطول كل شيء وايد عنه. انا من الاشياء اللي مختص فيها في العاب الخفه اللي هي ان انا اقرا التفكير اكثر. الاشياء اللي اسويها ان انا استعمل الحواس الخمس لاستشفاف الحاسه السادسه والبيانات. احنا بنبدا شيء خفيف لما ندخل الاشياء الاعمق شوي. خلينا على الخفيف. نشرب ولا بخرب؟ لا نشرب عادي. لو ما تحبوا شرابك من كوفي الشاي بس. لا لا خلي كوفي. اخوي عيسى. نبدأ. انت بجد لعبت مونوبولي اكيد. ايه. والطاوله احيانا لو صرت يا ربعك في شيشه ولا في مكان ولا يلسه في عندهم طاوله. نعم صحيح. وفيها دايس. صح؟ الدايس هذا فيه ارقام من 1 لـ6. اما تاخذ الدايس. ومن غير ما تراويني أو تراوي أخوي محمد تختار رقم، تلف لف لف تختار رقم وتغطي بيدك، تغطي الدايس بيدك. أوكي. وتطالع الرقم اللي فوق من غير ما أنا أشوف، من غير ما محمد يشوف. محمد طالعني أنا ما قاعد طالع أخوي. تمام أنا طالع عيسى تطالعه غطي بيدك فإحنا ما نعرف. أوكي. أوكي عندك رقم. إيه أنت اخترت رقم. إيه نعم. وشيء اللي أبغى أكد للمشاهدين إن أنا وأنتم مو متفقين على أي شيء. أنتوا بعرفين شو بتقدم ولا متفقين ولا أحد عارف شو بتقدم. ضيف أصلاً كمان كنت موجود. عندك رقم أنت اخترته. نعم. وأنت ما قلت لي أخي محمد ما أعرف. ما أعرف طبعاً. أباك تفكر بالرقم وكأنك قاعد ترسل لي، كأنك قاعد ترسل لي، كأن في خيط بين راسي وراسك قاعد ترسل لي الرقم. رقم 5 رقم 5 اوكي رقم 5 صح. غير مره ثانيه. خلينا نحاول مره ثانيه. عندك رقم يوم عندك بس خبرني. اوكي يلا تمام. ايه لا تقولها بس كانك قاعد تقولها، لا تقولها بس كانك قاعد تقولها. ما رسيت على نفس الرقم، غيرت لرقم ثاني ولكن ما طلعت فوق، نزلت تحت رقم 3 صح. رقم 3 عندك راوي الكاميرا رقم 3 راوي 3 اوكي رقم 3. هالمره اباك تغير من غير ما انت تشوف. فتخيل انت قاعد تغير. ايوه من غير ما انت تشوف. فباك تغير لي رقم، ترسي على رقم من غير ما انت تشوف. أوكي. وتخبرني. هذه اخر محاوله بنحاول ان لو انه ما في خيط بينه وبين عيسى هل ممكن اعرف. انت هو عارف شو الرقم صح؟ دقيقه خلينا بس نراويهم عشان ما تراويهم. انا ما اعرف. ايوه انت يوم جاهز قول لي بس. يلا انت ما عارف اخوي عيسى شو الرقم؟ لا نهائيا. يلا تعال تشوفني الحين عشان تحاول. بس حتى لو شفتك ما بعرف صح. في انت راويت للكاميرا فاكيد في المشاهدين قاعد يعرفون الرقم او والمخرج يعرف صح. فانك كان المخرج قاعد يرسل الرقم مو بانت، انت ما عارف الرقم. كانه هو قاعد يرسل الرقم فهو بعيد. رقم 4 راويهم رقم 4. ثانك يو شكرا لك. رقم 4 شكرا لك. ما تقصر. انت تعرف اسم المخرج شو؟ طيب لا صراحة يعني شيء ممتع ويعني تفاجأت في الموضوع. ما أدري بعد شيء قاعد تفكر في الموضوع ولا شيء يعني صراحة ممتعتنا. ممكن أشوفه؟ أوف كورس. في رفلكتر أو شيء؟ والله عادية عيسى نفس ما اللعبة. يعطيك العافية. زين شو رأيك نشوف فيديو مع بعض وبعدها نرجع مرة ثانية؟ المفاجأة تكون مفاجأة يوم ان الواحد ما خبر العالم فيه. صحيح. انا مسهب لكم شيء واحنا الحين في الدرس سايرين دبيبون. حلو الكلام. بنسير وان شاء الله لو عد ترتيب لو اللي ببالي صار احنا بنعطي المشاهدين شيء ما شافوه في العالم العربي. حلو. خاصة عندنا في البلاد في الامارات. والله يسلمك.
معين انت اخفيت برج خليفة اطول برج في العالم. لو عن طريق السينما او التلفزيون شيء بسيط، استخدمت نفس التكنيك السينمائي ولا؟ احنا لازم ناكد للمشاهدين ان كل ما نقدمه في عالم العاب الخفة ما فيها اي قدرات خارقة، في تقنيات، في اساليب احنا نستعملها لايجاد شيء يماثل المستحيل. فالفكره جتني من ديفيد كوبرفيلد، احنا ذكرناه انه كان من اللي اثروا على معين. في حقيقه انت يعني خفيت البرج ولا كلام مجلل؟ المشاهدين اللي كانوا متواجدين هم اللي يقررون على الليستو، بس كانوا مستغربين لان كنا نلاحظها على وجوههم صراحه، كانوا مستغربين وعلى صحيح. دهشه يعني. ديفيد كوبرفيلد سواها بستاتشو اوف ليبرتي، تمثال الحريه. من وراء الافكار اللي جتني من ديفيد كوبرفيلد وتاثيره على المسار اللي انا فيه في عالم الخفه، اني اسوي شيء من ما هو سواه. شو عندك شيء مجهز؟ انا اشياء ثانيه وايد اشياء. اخوي عيسى احنا جربنا وياك، خلينا نشوف. يلا اليوم ما بين نسال اسئله، اقول لك نزل بروح ترى. اللي باك تسويه باك ترجع لذاكرتك وتروح يمين يسار، تروح للماضي مستقبل، ترجع للماضي، اباك ترجع لايام الطفوله. احنا ذكرياتنا كثيره لايام الطفوله، كل واحد منا له ذكريات، لا اصدقاء لا معلمين كبير جدا صح. كنت من المشاغبين في ايام الطفوله. هالوالدة تحكم معي. لو رجعنا لايام الطفوله ورجعنا لصديق كان عزيز على قلبك، اوكي احنا مش متفقين على شيء وانت مو قايل لي شيء صح. صديق عزيز على قلبك كانت بينك وبينه صداقه قويه، ممكن اقول ممكن اباك بس تفكر لي باسمه، فكر لي باسم صديقك اللي بايام الطفوله، لا تقول لي اياها بس كانك قاعد تفكر فيه، فكر فيه كانك قاعد تشوفه، كانه واقف عندي قاعد تشوف. فكر في صديقك ايام الطفوله، كانت عندك اصدقاء كثر ولكن في واحد بارز عندك تقريبا قاعد تفكر فيه بشكل قوي، اسمه مو عيسى ولكن في احرف كثيره من عيسى في اسمه. انا قاعد احس كان سعيد واقف، سعيد. خلينا نرجع لايام الطفوله والمرحله اللي انتم كنتوا فيها، المرحله اللي كنتوا يا سعيد يا بعض كنتوا تلعبون كوره، يمكن مرحله الاعداديه، انا قاعد احس انها هي اعداديه، يمكن اول اعدادي الاكتيفيتي ما هي بكوره، الاكتيفيتي بشيء ثاني. قاعد اشوف في ذكرى بينك وبين سعيد فيها 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 بحر فيها شكل فكرة سعيد فيها بحر. زين شو الموضوع؟ أنا مش فاهم ولا شيء. كيف استوعبتي؟ أنتم متفقين مع بعض ولا شيء؟ شو الموضوع؟ لا كيف صدق يعني؟ أخوي عيسى. أوكي يعني. هو ما يتفاهم على طول. أخوي عيسى اشرب كوفي زين. تفضل. بيأثر على الذاكرة؟ الناس عبالهم أن التلفون بس تلفون. ما بعرفين أن التلفون مفتاح لكثير من الأشياء لحياة الإنسان الشخصية. معلومات. صح؟ ممكن عن طريق التليفون تدخل السوشيال ميديا للشخص، ممكن عن طريق التليفون تدخل الحساب البنكي للشخص، وممكن نسوي ترانسفير وتاخذ كل بيزاتهم صح؟ هاي مصيبة صح؟ ممكن لو انه واحد عرف الرقم السري لتليفونك ممكن يدخل لكل شيء في تليفونك وكل شيء في حياتك يمكن. ممكن صحيح. فاللي اباك تسوي اباك تركز وياي كأن تليفونك موجود قدامك حاليا صح؟ كان تليفونك موجود قدامك حاليا. ايه وين تليفوني يعني؟ تليفونك بعيد، ما محتاج تليفوني صح؟ اخفيته من عندك و تليفونك كان موجود، اباك تفكر لي برقم السري لتليفونك. فما في اي طريق انت في غيرك يعرف الرقم السري غيرك؟ لا انت الشخص الوحيد اللي يعرف الرقم السري لتليفونك صح؟ ايه اباك كانك قاعد ترسل لي اول اوكي رقم. عندي شرط بس يعني اخر رقم غير. لا اخر رقم معروف. ما بنذكر اخر رقم معروف بس انا راح اغيره مو مشكله. يلا كانك قاعد ترسل لي اول رقم، اباك تكون صادق وتقول لي ان انا قاعد اقول صح او خطا اوكي. التليفونات يا لهن اربعة ارقام او ست ارقام نعم بس صحيح. انت حاس ان ست ارقام بلا شك ست ارقام حاس انك شخص مش سهل للصداقه معه. ليش؟ لان رقمك مش سهل، رقم السر لك مش سهل. اول رقم كان قاعد ترسل لي اول رقم 2 اكيد اوكي 2
ايوه زين اوكي. ثاني رقم، فكر في ثاني رقم. اول رقم اثنين، ولكن ثاني رقم قاعد اشوف شويه ابعد من اثنين. سبعة، قول لي ايه سبعة، اكد سبعة. اوكي سبعة صح الترتيب، اثنين سبعة، اثنين سبعة. ثالث رقم مشاهدين اثنين سبعة، ما تباني اوقف، قول لي وقف ما بكمل. بس ثالث رقم، ثالث رقم واحد اثنين سبعة واحد. في ارقام متشابهة، في ارقام متشابهة في الست ارقام، في ارقام متشابهة صحيح. اثنين سبعة واحد تسعة تسعة. خلاص خلنا وآخر رقم ما بنحضر، ما بنقول آخر رقم، خلي ما بنقول. 2 7 1 9 9 وانتوا اكتبوا على الكومنتات للبرنامج شو تخمينكم انتوا لآخر رقم. نعم لأخوي عيسى. صحيح فعلا، يعطيك العافية. بس كيف كيف الله يسلم. اللي اعرفه عنك اخوي معين، انت دوم تسأل للتطوير وما تحب انك تكرر دوم نفسك، في خصوصا في العاب الخفة. صحيح. شو 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 احدث الاشياء اللي سويتها بعد طبعا بعد برج خليفه واخفائه؟ صحيح. فشو احدث شيء سويته وترك اثر كبير ونسب مشاهده عاليه؟ صحيح. من الاشياء اللي دائما انا اركز فيه مثل ما شفتوا في البرنامج هي قراءه التفكير، ان كيف ممكن اقدم فن قراءه التفكير بطريقه تكون جريبه للمشاهد أن يقول أن هذه في تعامل مع شيء خارجي، ولكن احنا نأكد لهم أنه ما في تعامل لأي شيء خارجي، أنه ممكن أي واحد ممكن يتعمق مثل ما أنا قدمت اليوم كم من فقرة، ومثل ما شافوا أي واحد منهم ممكن يتعمق، ممكن يعرف، وممكن يسوي أشياء مثل ما أنا قدمتها أو أكثر. خليني أسوي لكم بعد حركة. احنا المشاهدين أكيد شافوا كانت في صبورة موجودة هنا وياي صح؟ نعم. حاطينها في ويانا على الست. اللي بنسوي أخوي محمد، أباك تفكر لي بأي رقم تليفون. هدوك يخوف ترى. تقول يا أباك أتمنى أقول شو السالفة. تفكر لي بأي رقم تليفون، مو برقم تليفونك، يمكن أنا أعرف رقم تليفونك أو يعبنا من الشباب اللي موجودين هنا. فكر لي بأي رقم تليفون، غير بالك كم من مرة لو حابب، لما عندك رقم تليفون موجود في بالك. في رقم تليفون. أزين أباك تفكر لي بآخر رقمين من الرقم للتليفون موجود؟ نعم. عندك آخر رقمين، أباك تأخذ الدفتر، تأخذ القلم، تكتب الرقمين، وبعد ما تكتب تشق الورقة وتحطها في جيبك. ما طالع؟ أنت ما تعرف الرقمين؟ عيزة تيم عيزة. ولا تراوي الكاميرا أساس ما يقول إن في طريقة أو طرق أنا بعرف. تفضل. تمام؟ نعم. عندك؟ عندك. أنا بروح للصبورة، واللي أباك تسويه أخوي محمد، أباك كأنك قاعد ترسل لي الرقمين، كأنك قاعد ترسل لي رقمين، عندك رقمين في بالك كأنك قاعد ترسل لي إياهم. أنت قاعد تفكر برقمين كأنك قاعد ترسل لي إياهم. أنا كتبت شيء على الصبورة، أنا ما بعرف لو الرقمين هاي صح ولا لا، ما في حد هني موجود عارف الرقمين، بس عندك موجودين صح؟ صحيح. رقمين هل في اي طريقه انا ممكن اعرف؟ هل في اي طريقه انا ممكن اعرف الرقمين؟ حاليا لا، غير فتحت هذا وحطيت ايدك تطلع الرقمين. اللي باك تسويه، باك تسير وتلف الصبوره، أول شيء تطالع لو الرقمين اللي في بالك اللي ما حد في الدنيا يعرف حاليا شو الرقمين، تطالع هل الرقمين صح وتراوي للمشاهدين. تفضل. هاي إن شاء الله طلعك غلط هالمرة. ها شو هذا؟ قرأ 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 عليه الرجال. أيوه رقم صحيح. صحيح طبعا يا علو صح؟ هي والله زين. انا ما اعرف وين حطيت الورقة. شو انا متفاجئ يا جماعة الخير. اي والله انا كاتبها باصغر ما يمكن على حساب انه ما يعني يكون في امل. 7-2 كيف الموضوع؟ 7-2 كيف؟ خبرني كيف الموضوع؟ تفضل كيف الموضوع؟ عيسى تأكد انا كاتب 7-2
انت بتفق معاه قبل ولا شيء؟ والله ولا اعرفه زين جربونها معايا انا على اليوتيوب بس يعني مش حابين تجربون معي الموضوع يعني تستكشفون شوي يعني غلط احتفظ في اخوي محمد اكيد لا جميل 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 احتفظ فيها اكيد عندي طبعا زين هل تفكر فعلا في يوم من الايام انك تترك هذه الموهبه والتوقف عن فريقه او الالعاب الخفه بشكل عام؟ يعني صراحة توصل إلى مرحلة وتقول يلا يا جماعة خير نحن اللي سو أنا وصلت لمرحلة مو بالحين من تقريبا من سنتين حسيت أني أنا أعطيت كل ما أقدر أعطي في هذا المجال وقررت بحزتها أني أبا أعطي للمجتمع شوية من اللي أنا أعرفه فنزلت لسلسلة منتجات موجودة في السوق حاليا في الوطن العربي أساس إنه أي نعم موجود حاليا في المولات في الإمارات كلها موجودة وفي الخليج وفي الوطن العربي فألعاب خفتيات ألعاب خفتيات جميل وهني هاي بداية ممكن لأي واحد حابب يتعمق في هذا المجال ممكن لو طلعت لأي مول من المولات ودورت منتجات معين البستكي في المحلات للتويز موجودين بس فترة فعلا كانت يعني ما أذكر تقريبا من 2005-2007 ين بعض الكوشكات بهذه الطريقة واستوحن على المكان مولات وإلى آخر بعدين فترة واختفن مرة واحدة ما لهن وجود صحيح. اليوم الآن تتذكرني في هذه المسألة يعني بعد صحيح. قليل بعد مش كثير صراحة لما أروح المولات ما أشوف وايد يعني صح. شو السبب؟ بالماضي ما أعرف ولكن أنا كمعين البستكي حبيت اللي شافوه الناس عن طريق شاشة التلفزيون للي أنا أقدمه لهم ممكن حاليا لو حصلوا المنتجات من حركات قراءة التفكير من حركات ثانية حركات مبهرة ممكن يروحون معين شايفين يسوي هالحركة خلينا نشوف لو الحركة هي موجودة في الصناديق أو في المنتجات اللي موجودة إني أودر هذا المجال حاليا أنا أعتقد إني وصلت لمرحلة ولا جتني فترة تقريبا سنتين بعدت عن المجال قطعت سنتين لان انشغلت بشيء ثاني انشغلت بموضوع ثاني هم له خص الاعلام ولكن مش في العاب الخفه جميل فحسيت انه خلاص انا بعدت وردي مركز على شيء ثاني خلنا نبتعد لالعاب الخفه ولكن اشتقت لها وحسيت ان الساحه ما ملت يعني احنا مثلا عندنا من الفنانين المغنين يوم ان مغني يروح في 10 عيون مكانه ولكن احنا في المجال ما في عندنا حد ممكن يجي ويعطيك ما في ويمزر لك المكان هذا اللي انت كنت اوريدي مالنا يقول اوكي هل انا ببتعد خل حد ثاني انا بعطي مجال حق غيري صحيح. ولكن للاسف ما في عندنا ناس يقدمون او اللي موجودين يقدمون ما يقدمون الفنون بهالطريقه فنلعب الخفه في قراءه التفكير والتعمق والسوالف هاي جميل بشكل سريع قمت يوم الايام بمحاضرات معينه عشان التدريب والتعليم فتحت باب التدريب والتعليم للناس اللي يبون يتعلمون فيتواصلون وياي شخصيا نو 1 تو 1 جميل فاعطيهم كورسات 1 تو 1 عيوني ولكن اشرح لهم ان هذا الكورس ما بتيني وباكر بتعرف رقم اللوترية انت بتيني وبتعرف بتتعلم فن وتبهر في ربعك فيه من قراءة التفكير لاشياء ثانيه ولكن لا تيني وحاط ببالك انك انت بتتعلم شيء وبتصير باكر وما بتربح لك الملايين يعني بشكل سريع بنشوف ناس موهوبين ان شاء الله من ايد معين او مدرسه معين البستكي الفكره للمدرسه بعد كانت موجوده ولكن انا حاليا حاسس ان فكره المدرسه الوعي للي في الوطن العربي مو ذاك الزود يعني ممكن يونك لمدرسه ولكن التعليم موجود من حزه انا طلعت في التلفزيون تواصلوا ويا ناس يوني من 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 الكويت ومن دول ثانيه ومن الشام وهذا وايس واعلمهم وتعلمهم يعني. اي نعم من هذا المنطلق من طريقه المدرسه شو طموح معين البستكي؟ هل له خاص بالمجال نفسه ولا شيء خارج المجال؟ شوف انا املي ان ما في مجال يكون في العالم احنا نسكر الباب عليه كونه في العاب الخفه او اي شيء ثاني نعم. ان نسمح لاطفالنا الموهوبين شو ما كان طموحهم انهم ينطلقون فيها طبعا احنا للاسف تبغى تسوي ساحه مثل ما ذكرت بقصتي يعني لا احنا ما نبغاك تسوي لاعب خفه طبعا. او تبغى مثلا تستوي شو ما كان رائد فضاء لا الشغله ما بتحصل فيها وظيفه فاحنا ما لازم نسكر البيبان على عيالنا ان باش يطلعون في اي مجال ما كان ويبدعون وينطلقون براهي. وينجزون جميل. ما تعرف يمكن باكر يسوي لك مثلا ميسي المستقبل او شو ما كان صحيح شو ما كان نعم. فهذا هذا طموحي لكل المجالات فالعاب الخفه انا ما بقى ان باكر نقول او تعال طالع كريس انجل او طالع ديفيد كافرفيلد لا طالع
فلان او علان منه وفينا بستكي وين اي نعم المشكله ويكون خير من يشرف والله فيه. كلمه اعتقد هذه كلمه ختاميه جميله الله يسلمك كان تبى تزيد عليها طال عمرك اكيد شرفني وفرح جدا ان اكون متواجد معاكم وهذا البرنامج الطيب والجميل وان شاء الله اعطيتكم روح ثانيه او نكهه ثانيه من وجودي معاكم بالعكس صراحه فريت الحلقه يا جدًا جدًا الله يسلمك اليوم حلقتنا جميله جدا صراحه فيها كثير من المواهب اللي دوم نطلع فيها خارج الصندوق على قولتهم ونبرز شخصيات هامه وجميله مثلكم الله يخليك طول عمرك تسلم اخوي معين شكرا لك مرحبا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من مساكم وطن ربدع ألعاب الخفة معين البستكي كل الشكر لضيوفنا والشكر موصول لكم مشاهدينا على تواصلكم وحسن متابعتكم إلى لقاء جديد إن شاء الله ومساكم وطن.